أعلنت جامعة أسيوط شهر نوفمبر من كل عام شهراً للبيئة، وذلك دعماً للمبادرة الرئاسية للحفاظ على البيئة، وتزامناً مع انطلاق أعمال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP27. كما أضيء الحرم الجامعي ومختلف المباني الجامعية لأول مرة وعلى مستوى الجامعات المصرية باللون الأخضر احتفالاً بنجاح قمة المناخ التي تستضيفها مصر. مناخية ومصاغبة للأخضر، ونهاز الجامعة مساء بتضاء باللون الأخضر ليلا في جميع أيام شهر نوفمبر، وده تعبير من جامعة أسيوط عن فعاليات هذا المؤتمر اللي احنا بنهنئ الدولة المصرية على هذا النجاح العظيم. كل قطاعات الجامعة وكل كلياتها وكل القائمين عليها، القطاعات المختلفة، طلابها، العاملين، الباحثين، أنشطة مختلفة في هذا الإطار دعماً وتفاعلاً ونشراً وتوعية، كل ما يتعلق باللون الأخضر، الاستدامة، الزرع، مشروعات كبرى في هذا الإطار تم اتخاذ قرارات فيها، زراعة الأسطح، زرع وغرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة.